ديالنا، وإلا كانوا شي مشاكل باش نحلوها، لأن شنو هو الهدف ديال شي حكومة كاع ولا ديال شي وزير ولا هو باش الناس يكونوا الرغبة ديالهم كتلبى. وهذه التعليمات راكم تعرفوا ديال جلالة الملك دي واضحة دائما، حنا لخدمة المواطن في أي مكان كان في ربوع المملكة. كاين الواحد اللي كيحس بها دير راه مظلوم ولا، حنا كنصنتو نحاولوا نعالجوها اكثر ما يمكن. المهم حنا عندنا النيه مزيانه، وان شاء الله كنظن هذا الشيء خصو يتفهموا الجميع، على ان ما جيناش باش نكذبوا على شي واحد ولا باش كما كيقولوا نقمطروا عليه ولا سميتو هذا. الى عقلتوا هذه شهرين جينا بمشاريع كلها، وكل وحده امتى غتبدا وامتى غتسالي. علاش عطينا داك الشيء؟ باش كل واحد يجي يراقب واش داك الشيء اللي قلناه صحيح ولا ماشي صحيح. وهانتوما شفتوا عاوتاني بعد شهرين عاود جانا في الشكل كنقولوا ها كنا وعدناكم غيبدا اللي بدا في مي، ها هو بدا، ها اللي وعدناكم هذه الى اخره. وغنبقاو ماشيين ان شاء الله 40 مليار ديال السنتيم في المجموعه، ياك راه وريتكم اللائحه قبيله، راه وريتها الاخر مجموع المشاريع، المجموع هذه مجموع المشاريع. اللائحه لو بغيت نسردها عليكم لان كثيره جدا، راكم شكون بغيت خصني نعلقها في شي طابلو كبير باش تخرج. وهذه راه حنا غاديين فيها الاغلبيه ديالها راه الشركات ديالها راه معينين وغتبدا الاشغال ان شاء الله. ما كاين